كلها كان في البداية عنده دائما خايف من الرياضة وخايف من اللي يمشي يلعب درك عادي نعود واعد النادي معنا الله قاعدين ترضي حد منهم اللي تلفنونا اياك ما عنده مشكلة فلان اليوم ما لعب. هون في نادي المجد عندنا رواية شارطين عنا ما يجينا ما هو رقاش يقرأ المدرسة والله يقرأ المحضرة اللي منهم مازال صغير نعلموه من الأحكام اللي مناسب مع فئته العمرية عاد يجي الحد يجي المنزل عنده سؤال فقهي طارحوا له النادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكر بلاوار ميديا على إتاحة هذه الفرصة ودائما عودتنا على أنها دائما توقف مع القضايا المهمة ودائما تعطيها وقت. لذلك اليوم جاونا ضيوف علينا في نادي المجد الرياضي هون في دار نادي المجد الرياضي. نادي المجد الرياضي هو عبارة عن فكرة نادي رياضي يقدرنا احنا عليها نظرا لحاجة الأطفال والشباب القدر من الشيء. عندنا نادي رياضي عنده جميع الأوراق الرسمية عنده اعتراف رسمي من العصبة الجهوية اللي هي لج هاي الشمالية اللي تابعين لها كذلك من الاتحاد كرة القدم من المندوبية التابعة للوزارة. يا غير درنا احنا عليه إضافة جديدة وهي عن نادي المجد هو نادي تربية وتعليم وتكوين. نحن هون في نادي المجد سجلوا عندنا أربع فئات تقريبا من الأطفال وداخل معهم الشباب. نبدأ بفئة 12 سنة ويعودوا عندنا إي 3 وإي 15 وإي 17 وإي 20 كأن هاي المراحل كاملة اللي قبلوها. وتعرفوا حاجة شبابنا اليوم لأنهم فاصلين في يرباوا وفاصلين في يعلموا وفاصلين في يكونوا ملي تكوين رياضي سليم. لذلك هاي الفكرة جاتنا نعدلوها بالصيفة وفعلا طبقناها ولاقت الحمد لله قبول مهم من الناس وغيرنا فكرة الناس عن الرياضة. كانت كرة القدم لا حد لعب وفوز وخسارة وتوف وش من العطوب وش من الناس ما يفهم أخبارها. ذلك نحن حولنا هو في نادي المجد حولنا الرياضة شور رواية مهمة شور تربية وتعليم وتكوين. عدنا يجون الشباب الصغار نربوهم تربية سليمة نعلموهم لله الحمد اللي منهم مازال صغير نعلموه من الأحكام اللي مناسب مع فئته العمرية كيف في البداية نقروهم نتكلمهم عن أهمية التربية أهمية برو الوالدين نتكلمهم عن الأخلاق إلين من اللي يكبروا ويعودوا في مرحلة البلوغ نتكلموا لهم عن فرض العين وعن الأحكام العينية. لذلك الحمد لله ما عندنا حد في نادي المجد الرياضي بالغ ما أننا متقدمين معاه في برنامج فرض العين نعلمه فرض عينه نعلمه أحكامه ندوره يعود إنسان صالح للمنزل اللي أرجع له صالح للمدرسة اللي أرجع له وصالح ملي للمحيط وصالح لدولته. ولله الحمد شبابنا كاملين الحمد لله هذه الفكرة زينة عندهم وحتى محيطنا من آباء اللاعبين اللي عندنا كلها كان في البداية عنده دائما خايف من الرياضه وخايف من اللي يمشي يلعب درك عادي نعود واعد النادي معنا الله قاعدين ترضي حد منهم اللي تلفنونا اياك ما عنده مشكله فلان اليوم ما لعب مره يعود عنده ايقاف مره يعود اليوم قاع ما مبرمج عليه تدريب ما عنده حصه تدريبيه عند فئه اخرى يسول لنا فلان اليوم ماله ما حلك عادي يجي الحد يجي المنزل عنده سؤال فقهي طارحوا له النادي عنده سؤال في السيره وهذه مساله مهمه لنا نعاونه ونساعده لنا الشباب يعود دائما واحد في شيء. هون في نادي المجد عندنا رواية شارطين عنا ما يجينا ما هو رقاش يقرأ المدرسة والله يقرأ المحضرة. حد اسمع هذا يقول لماذا نحن ما ندروا حد يعود يكون يقرأ يا غير حد جانا وقالنا عنه ما يقرأ المدرسة ولا يقرأ المحضرة نمشوا إنه بحثوا في أخباره إلى عاد مشكلته أهله ما هم قاعدين يوفروا له القراية
نعرفوا احنا المشكله شنهي، نمشوا به اللي نسجلوه بعلاقاتنا في المدارس النظاميه، نعود دور اللوح. عندنا الحمد لله علاقه بالاساتذه، وعندنا علاقه بالفقهاء هون وائمه المساجد، نديروه في مدرسه ملي في محضره تقليديه، يتم يتعلم احكام وتم يقرا شمل الاحزاب القراني، يتم معناه ان الحمد لله ما دور الشارع يعود ما في حد. لذلك جميع مشاكلنا هون جايه من الشارع، عن شبابنا عاد ما يقرأ لا المدرسة ولا يقرأ المحضرة، وعاد في الشارع وتوف، وهذا هو الكثر مشاكلنا. وعاد عندنا المخدرات منتشرة، عاد الجرائم ضرك انتم في مقرنا هون في بوحديدة، عندنا هذا المنزل الحمد لله الكبير في هذه المساحة الكبيرة، كذلك فيه هون ما شاء الله بيوت مجهزينهم للتركان، نعطوا فيهم دروس في سبورة، نعطوهم حصص. هذه الفكرة نعرضوا عليها رواقيج عن نقدموها، لماذا ما نطوروها تشمل المقاطعات الأخرين؟ طبيعي متباركين أن نعدلوها، ما زلنا بين الأخبار الإمكانيات وبين أخبار ملي أن الوقت نحن رواقيج قلال. أولا طبقناها هون نشحت الحمد لله، نحن هاي البلاصة اللي فيها قالها أبو حديدة، لذلك الاسم كان أفسي المجد أبو حديدة، والله زاد الافسي كيف يبقوا مشجعي المجد يسموه. لماذا سميناه ابو حديده؟ تواصل مع حد من الخارج وقال لي لماذا ما تسمي هذا؟ قال لي المشروع فاصله فيه موريتان كامله، وفاصل فيه موجود نوعه في العالم غير هذا، الاول من نوعه عندنا في الوطن، لانك تجبر نادي متخصص للتربيه والتعليم ونفس الوقت التكوين الرياضي السليم. تعرفوا عن الرياضه في الزمن عاد ضروره صحيه، وذلك رجالت من الكبار وعلياتنا عاد يقول لهم طب مارسوا الرياضه، ينعدوا ما قطوا وربا وتربيه وكونوا تكوين سليم على الرياضه، يكبروا ما يقدروا عدوا الرياضه، يجبر حد اللي عاد فيه السكري والله عاد فيه الضغط والله تلاقي عاد الرياضه هو ما يعرفها، بي للاساس ما كان سليم. لذلك عندنا الحمد لله هون مده متخصصه، عندنا هون المكونين ما شاء الله بقياده مدربنا ومدرب المجد المخضرم اللي هو منصور والصغير والمبارك، كذلك مساعده محمد والطهمان ومساعده المدرب حتحوت، مدربين ومكونين عاطين وقتهم للتركه الصقاري، كونوهم من مازالوا صقايلين يكبروا ويتخطوا الفئات كامله ويعودوا فريقنا الاول، يعلموهم الحمد لله الاساسيات الرياضه، وطبعا نحن بدورنا نتكلم لهم عن الاخلاق، عن التربيه الحسنه، عن المسلم يقدر يعود رياضي ناجح، معرمين الامثله في العالم رياضيين ناجحين غير مسلمين، فهمت؟ وعندنا الحمد لله هاي الفكره كيف قلت ما قطع عرضناها على حد ما زينت عنده. ومن الامور العجيبه اللي نذكرها علينا في عالم من كبار علماء البلد مشجع نادي المجد الرياضي، وزيانت عنده الفكره ومشجع هيلين ذاك وتابع اخبار المجد، ولين عرضت عليه الفكره زيانت عنده حتى وشجعني عليه جازي بالاحسان، ودائما يسولني عن المجد منين لحقته ومنين نشاطاته كامل، والفكره لا شك عنه زكاه هيلين شافها فيها تربيه وفيها تعليم الاجيال، وشاف هم اللي مطلوبه به اللي الدوله في ذا الزمن وهذه الظروف اللي فيها الوطن ضرك، فاصلين في الشباب نعود واحلف شيء، فاصلين في انديه رياضيه ذي كيفتها تعود تعلم التركه وتعود مسكنتهم عن الشارع وتعود موحلتهم في شيء. وطبعا ما قط كيف قلت عرضنا الفكره على حد ما زيانت عنده لله الحمد، وغيرنا فكره الناس عن الرياضه، ما تات اللاك عنها بالون هكذا ولعب عادي، لا 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 عاد رقاش يجيه ولو ويجيه اخوه ويجيه قريبه مهيئ ما شاء الله متعلم احكامه، يجيه اخلاقه زينه، يجيه ما عنده مشكله. لذلك جميع الملاعب في موريتانيا نجوم تسمعوا الكلام الخاسر، تسمعوا الحركات اللي ما يلا، نحن الحمد لله هون الوحيدين الوقت اللي تدخل كارتيت المجد ما تقول كلمه خاسره، والترك الصقار مطبين ومربين عنهم الكلام الخاسر ما يقولوه لا لزملائهم اللي معاهم ولا للفريق الخصم اللي دائما يلعب معانا. هذه هي فكره المجد بصفه عامه. نذكر ان عندنا واحده من القصص، لاني دائما الاباء التلاميذ عاد هم اللي جازين بخير، واباء نقول قاع اباء اللاعبين اللي هي فكره جديده كان لا اباء التلاميذ ذلك عادوا الاباء يتواصلوا معايا دائما، بما اني انا اصلا عندي شوي خبره في مجال التعليم، كنت استاذ تربيه اسلاميه وكذلك باحث في امور الشباب ومشاكل الشباب قضايا الشباب كامله، عادوا الناس اللي عندنا هون التلاميذ اللي عندنا يستشارون دائما والديهم فنهم اخبار باطل الامورهم الخاصه وكيف امورهم الدراسه. نذكر ان عندنا احد اللاعبين عندنا كان يقرا للمحضره وتكلموا معايا اهله عن نقنعوه الين يرجع يقرا المدرسه من جديد، وفعلا تكلمت معاه ووافق، بما انه تكلمت معاه الكوتش اللي هو المدرب وافق انه يرجع يعدل انه يرجع يقرا، تمينا الين قبلوا قرار اهله عنهم يفصلوه من المدرسه يفصلوه من النادي، لان بالونه قد خسر على وقته ولا بين بعد يكون حسن نيه لان الوقت اللي يعود مضغوط وانه يجي فتران، ولا الين استشعروني قلت لهم لا رجاش كان بعيد من اجواء الدراسه ما يورك
يركزوا على الدراسة حسب قطعا خبرتنا في التعليم يا غير نعدوا له وقت نحن أيام الامتحانات والاختبارات نوقفوا شي نقالوا المباريات اللي هما الماتشات وحتى اللي هو الانتريما اللي هو التدريب نعدلوا هما اللي فوقات دائما نعود موافق له المدرسة وموافق له المحضرة كيف تعرفوا عنه عندهم ديماس في المحضرة الربعاء والخميس وشم الجمعة والمدرسة هم اللي ديماسها يختلف من مدرسة مدرسة نظامية وخصوصية إلين قلت لهم ما اقتنعوا بالفكرة وقالوا لي لا يتسمحونا نختاروا سجلوه في المدرسة والمحضرة قلت لهم ايوه انا باع مازين عندي قال بعد في النهايه قايل عنه لا ياك ما يعقب يوفا قاع من ذا كامل وفعلا اتصل بيا بعد نهارات وقال لي عن الطفل قال عنه المدرسه وافي منها ولا يوفا كشم القرايه ولا نعدلوا حالا نرجعوه للنادي وفعلا رجعناه للنادي ورجع الحمد لله يقرا ورجع ما عنده مشكله لا بد ان الترك اللي معانا في المنزل اللهو واللعب لا يتناقض مع الشرع نعود عالمين به بين احنا فكرتنا احنا ما لنا اهل لنا نطو 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 احكام يقرا فكرتنا مزكيها عالم نكبر علماء البلد وعرضنا عليه الفكره واللهو لا يتناقض مع الشرع حد قد يمشي يلعب يلتها يقرا في حدود المعقول شيء ما يضيع وقته ما يضيع وقت صلاته يعد الرياضه معلومه فيه وفي جسمه تبني 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 جسمه معلومه في علاقاته نفسيا مع الترك المحيط لذلك يشير اللي ما يلعب دائما لا قال له شيء دائما منطوع لذاته ودائما وقت التحميس هذا ما هو وقت الدراسه ملي ما هو وقت لا مراجعه ولا هو وقت ملي قرايه دائما يا اما وقت رياضه ولعب ولا وقت ملي تسدار وتقافل البديات معناها اشبه شيء قد هذا الوقت يعمل فيه لا الرياضه انك عود شارف عليك رقاج مكون يعرف الرياضه ونحن هون عندنا مدربين ما شاء الله عندهم خبره كبيره في مجال الرياضه مضيعين ياسر من وقتهم يا غير جاد عليهم اللي واحلين فيه ومؤمنين عند المشروع اللي يتقدم والحمد لله هذوما عندنا مقر رسمي قليل الحمد لله احد من الانديه الموريتانيه عنده مقر ثابت كيف دار الحمد لله فيها الكهرباء وفيها الماء ومفرشه للتركه قليل وفيها وده كامل هذا قليل هذا مشروع لاجيالنا كامل نحن نربوا جيل يعود رياضي ناجح ويعود جيل مسلم حقيقي لذلك اللي تراعوا فيه عاد من الاخطاء وعاد من المعاصي منتشر وعاد من المخدرات وعاد من الامور سببه اللي قلت التربيه الصالحه وسببه اللي قلت فهم وضعيه وقلت فهم نفسيه شبابنا ومراهقيننا لذلك دائما نضيقوا عليهم الدرجه يمشوا يفرجوا في شيء خاسر والله ملي نسيبوا لهم الدرجه ملي حتى ينعدوا كاع ما عندهم مشكله لا حسيب ولا رقيب لذلك الشريعه ما هي هذه الا لا افراط ولا تفريط الا الوسط نخلوك تلعب يقر في حدود المعقول ترجع لنا في وقت مناسب تقرا قرايتك الطبيعي محافظ على قرايتك محافظ على صلاتك محافظ على اوقاتك قرم لي وقت الرياضه وحافظ عليه به الرياضه حتى تعين على العباد رجاج رياضي سبورتيف قد يقوم الليل يقد يطلع ما عنده مشكله حتى الناس الكبار اللي تسوني دائما عن نطال العمل رجاج رياضي يقد يزاول اعماله كامله ويقد يزاول مجموعه اعمال ما يحس بتعب ولا يحس بخمول ولا يحس بشيء به اللي العقل السليم في الجسم السليم يتود رياضي ما عندك مشكلة تعود أعمالك كاملة ماشية لذلك نبقوا هذا المقر يتطور وعود أكبر من ذا نبقوا نفتحوا ملعب لهم خاص ولو يعود ملعب صغير خاص بالنادي تم يتكون فيه نبقوا طبعا حافلة كبيرة تعود والله حافلة ما هي كبيرة متوسطة تم تنقل تركة وقت عندهم ماتش تعرفوا عن الفئة الصغيرة هذه لا بد لها من حضانة كبيرة اللي كلها يخلوه اهله يمشي معانا ياكنوا يلعب ماتش ونردهم اللي بسلام احنا هون الى اللحظه مشروع مجاني الناس تسجل عندنا فيه مجانيه بشكل مجاني كامل وتقرا الحمد لله وتلعب رياضتها وتلعب ذا كامل والحمد لله في جو يطبعوا طبعا تآخي بين 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 فئات الناس كامله وعندنا هم اللي جميع اطياف الشعب الموريتاني وكل حد ونحن هون كاملين هم اللي ننطواه تحت اسم المجد نادي المجد الرياضي يجمعنا وطبعا الامور الاخرى كامله ما هي مطروحه به اللي نحن هون كاملين واحد وترك ربهم عنهم عدو واحد وانهم متقادين ما بينهم فرق انهم اخوت وانهم لاعبين لذلك هم اللي نقولوا عن دائما الوسط الرياضي عنده العلاقات اللي فيه علاقات نظيفه والتنافس اللي فيه تنافس سلمي وتنافس شريف عكس المجالات الاخرى وهذا الحمد لله من فضل ربنا خلانا نركزوا على الرياضه ونهتموا بها الا لذي النقطه شبابنا ان شاء الله ابتداء من ذا الموسم لا يشاركوا شبابنا الصغار في الفئات اللي هو دوري الفئات السنيه كذلك فريقنا الكبير نحاول ان شاء الله عنه يشارك في دوري الدرجه الثالثه بالنسبه لهذه الكؤوس ليعود سؤال مطروح عن انت حققنا هذه الكؤوس ببساطه اللي انتينا هون نلفتوا انظار الناس للمجد بافكارنا اللي عندنا نظمنا بطوله سوبر اللي هي بطوله وديه ومنظمها النادي واقبلنا على حسابنا هذه الكؤوس الاثنين وهذه الكؤوس الاثنين الفئه العمريه اللي قبلنا لها ماتش اللي هي فئه مينيم اللي هي اي 15 ولعبنا كونتر نادي ضد فريق البراكنة معروف
استضفناهم هم مرتين، عدلنا ذهاب واياب، ومره الاولى كنا معدلين ولا ماتش واحد بلي سوبر يعود فيه ماتش واحد، الين عدلنا سوب الاول وفزنا بالكاس اللي ابقى، وعدلوا ملي كاس ثاني وعدلنا سوبر ثاني ملي وفزنا ملي مره ثانيه بالكاس. لذلك فريقنا الدرك المتوسط فاز على الناس كان بانه عنده كاسين، بينما الفرق الاخرى ان شاء الله مستقبلا تجيب لنا كؤوس رسميه، وهذا طبعا كامل الهدف منه لا تشجيع الشباب. لذلك الجماعه اللي جاونا هم مره ماضيه وحضروا معنا وجونا ضيوف من الناس كامله، كل لاعب وكل كل كل لاعب عنده بعض جوائز ماديه نقدموها لافضل لاعب في المباراه من فئاتنا كاملين. كل لاعب فاز كانه عاد اشبه اداء في المباراه، عندنا لجنه تعود قاعده وتصوت لنا وتخرص لنا افضل لاعب نقبلوه. جميع لاعبين اللي يقراوا المدرسه من كونكور البريفه للباكالوريا نعطوهم جوائز ماديه معتبره، ياك نشجعوهم على الدراسه وياك نعرفوا نتيجتهم، حتى من الناس اللي يقراوا تعليم تقليدي والمحضره نشوفهم اللي نحفظ جبال الاجازه نعطوهم اللي الجائزة مادية قيمة، واللي ما اللي يحفظش المتون الفقهية نعاونه، اللي يقرأش من السيرة. لذلك نحاولوا النادي ما اللي يعود يواكب شبابنا، وأي حد ما عنده مشكلة حد منه اللي يتواصل بينا نتواصل معاه نعطوه استشارات مجانية طبعا، نعاونه في تربية تركته، نعاونه في نصائح عاملهم، نعاونه في مستقبل ترك يعود ماشي ما دام في الرياضة مسقم، يعود ملي إن شاء الله في الدراسة، ويعود ملي في إن شاء الله يعود في الشارع مسقم، إنسان عنده أخلاق، إنسان مربي. هذه الفكرة العامة للنادي المجد، وندورها تتطور إن شاء الله وتشمل جميع المقاطعات وجميع الولايات. هذه باطية الفكرة. وفي النهاية شاكر جزيل الشكر بلوار ميديا على هذه الزيارة العدلون وعلى هذه اللفتة، وكيف قلت في البداية ونقولها في النهاية عنهم، عودونا أنهم دائما مع الأمور كاملة المهمة اللي تخدم الوطن واللي تقدم الوطن، وفعلا شافوا في مشروعنا هذا عنه قد يقدم شيء، وجازين بخير جاونا هون وسجلوا معنا هذا التسجيل، وشكرا جزيلا لهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.